مساء الفل على حضراتكم. يعني أي نعم، هي جلسات متأخرة بس الصحبة الجميلة تعوض الجلسات المتأخرة دي. إن شاء الله أنا مش هأثقل على حضراتكم ولا هطول، كفاية الجلسة اللي فاتت طولت لنا شوية. أنا هتكلم toward a healthy liver while losing weight. إحنا عايزين الإيم بعد الـ weight reduction زي ما أنا بلوز the fat in everything in the body maintain الـ liver healthy، ما أخدش الـ drawbacks اللي ممكن تحصل في الـ liver. طيب، هقول لكم السيناريو ده، والسيناريو ده بنسمعه كتير وبنشوفه احنا كهيباتولوجيست بقى في اخر اللفه. A person with a BMI over 30, either presence or absence of comorbidities, diabetic, hypercholesterolemic, triglycerides عاليه، whatever ايه الكوموربيديتيز، advised for to lose weight, whatever that be diet, be gastric balloon, any type of surgery, either restrictive or malabsorptive. العمل whatever ايه الميثودز، الدكتور علشان يبقى رائع اللي عمل له الانترفنشن او اللي بيمشي على الدايت، تصور ان هو لما يعمل ينزل له وزن بسرعه رابد ويت ريدكشن، ده كده هو حقيقي الشخص اللي ما حصلش. النت ريزلتس بنشوفه احنا في عيادتنا 2 to 3 months after any modality applied with weight loss of more than 15 ل 20 كيلو في الشهرين ثلاثه دول، نشوف البيشنتس with elevated liver enzymes ايه اللي حصل وليه كده. طب هو كان عين كان ايه وايه المشكلة واحنا ما خدناش بالنا من ايه، احنا مش عايزين القصة دي تتكرر او تحصل منا او نشوفها كتير. زي ما في fat deposition in every type of the cell in the body بيحصل في الليفر، بالعكس في الليفر كمان. كنا متصورين ان عشان يحصل fatty liver عشان نوصل لسيروزس بناخد سنين و30 40 سنه، ويعني لما يحصل الدنيا ماشيه بسرعه دلوقتي. وكنت لسه في جلسه النهارده الصبحيه بنتكلم انا والدكتور فهيم بسيونو، بيقول لي a lot of patients بدخل بلاقي الحجر الليفر حجر سيراتك سيراتك، والسونار مش جايبه لي سيراتك ومش جاي على بالهم ان ممكن يبقى سيراتك، وانا داخل اعمل ستيبلينج او سليف. فاذا القصه لا، القصه ماشيه بسرعه شديده جدا. في فيسيولوجيكال بينفيتس اوف ويت لوس، طبعا في. طيب لازم يبقى الويت لوس ده عنيف؟ لا، حي هو جاست 10% اوف ويت لوس، باخد منها اكتر من 5% ريدكشن ان ذا ريسك اوف ديفلوبينج دايابيتس، 30 ل 50% دروب ان فاستنج جلوكوز، 15 دروب ان هيموجلوبين اي 1 سي، 10% دروب ان توتال كوليسترول، 15 ان ال دي ال، الاتش دي ال بيتحسن ب 8%، دروب ان ترايجلسرايدز 30%. يحصل اني مع اول خمسه ويت لوس الاقي الهيباتيك استياتوزز اتحسنت جدا. وايفن لما بوصل 10% لو انا سامبل استياتوزز بيختفي تماما، ولو انا بدا يحصل عندي ايفن فايبروزس بفايبروس كان جايب لي اف 2 اف 3، ممكن عن 10% قبل ما اوصل حتى ل 20 ابص الاقي ريجريشن باك لورا، يعني كان اف 2 بقى اف 1، اف 1 بقى اف 0 جاست 10%. فمش لازم يبقى رابد ومش لازم دراستك ومش لازم ارجع لنورمال ايديال بي ام اي، لا 10% يعمل ماركت امبروفمنت. احنا ليه بنقول كده؟ لان في هيلث هازرز اوف رابيد ويت لوس كتيره جدا، من اول الجول ستونز، بون لوس، هاي يوريك اسيد، لوس اوف ماسل تيشو، لوس اوف ووتر، الكترولايتس، هانجينج باد سكين هير لوس، والاخطر حقيقي هو النون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز اللي حضرتك كنت قلقان منه ان العيان عنده هو اوبيز. لما حضرتك تعمل رابيد ويت ريدكشن، وهنقول يعني ايه رابيد، يو جوت مور سيفير اوف ذا كونديشن، بالعكس ده بيبقى اسوء. الفاتي ال والاستياتو هيباتيتس والفايبروزس يبروجريس رابيدلي. الفاتي ليفر has reported in 70 to 80% of obese individual مع different grade of obesity، ويمكن كل ما الاوبستي زادت كل ما النسب اعلى. فلو انا داخلين في بي ام اي فوق 35 حي 100% بيبقى عندهم فاتي ليفر. اوبستي has been reported in 70 to 100% of cases of NASH. في اللين بقى الميتابوليكالي اوبيز، ودي موجوده ولكن احنا مش كتير عندنا اللين ناش. اللين ناش الاوبستي هم اللي اكتر معاهم، فبالتالي حالات النش باي ديفولت كده اكتر من 70% بيطلعوا اوفر ويت واوبيز. Among patients with hyperlipidemia, at least 65% with hypertriglyceridemia, 35% with hypercholesterolemia have fatty liver definitely, with triglycerides هنا مشكله. الصوره دي بحبها ومعبره جدا. عشان اعرف ايه اللي بيحصل في الليفر عشان اخد بالي وانا نازله وزنا، لازم افهم اني عشان يحصل فاتي ليفر هو كان في ثلاثه ميكانيزم عملوه، يا اما الدليفري اوف ذا فات او كارب للليفر كتير جدا بيوند الكابابيلتي اوف ذا ليفر انها تتعامل معاه،
يا اما كان في مشكله جوه الليفر في الميتوكوندريال فات اوكسيديشن، يا اما المشكله في الاكسبورتنج اوف فات بره الليفر. انا زي ما اقول الليفر مصنع، يا اما اللي داخل انبوت ماتيريالز داخله كتيره جدا اكتر من الكابابيلتي بتاعت المكنه اللي في المصنع ده ان يصنع منها، فعماله تتركن الحاجه، يا اما في مشكله في المكن جوه المصنع فمش قادر يخلق الهدوم من القماش ده، يا اما مفيش عربيات انف ولا صناديق تخرج الحاجه بعد ما اتعملت، يحصل اكيوميليشن اوف فات اند ليفر. اللي بيحصل في الرابيد ويت لوس شبه القصه دي. اللي بيحصل في الرابيد ويت لوس اني اكسس اوف فات جاي من الفاتي تيشو اللي عماله تتكسر، فعماله تديليفر فري فاتي اسيدز للليفر بيوند الكابابيلتي، عماله تحمل عليه. كانت هو كانت مشكلته اصلا ان مش عارف يتعامل، كمان لما انزل وزنا والاديبوس تيشو عماله تفك تروح منه في اكسس فات ديليفرد لي. الحاجه الثانيه ان في اندوبلازميك ريتيجمنال ستريس واوكسيديتيف ستريس عنيف من الرابيد ويت لوس، ده عمال يحمل على الليفر نفسه، وبالتالي ينتج ان يحصل بالظبط شكل الصوره بتاع الرابيد ويت جين. هو الليفر في رابيد ويت لوس زي الويت جين، هو مش عارف يتعامل. ده الحاجات اللي بتحصل في الناش. البي ان بي ال اي 3 جينوتايب اللي هو بنسميه البتاتين لايك فوسفولايباز جينوتايب بروتين 3، ده موجود فين؟ موجود على الدروبلت بتاعت الفات سيلز اللي بتسيركيوليت ان ذا بادي. المشكلته كالاتي، ان هو موجود على الممبرين اوف ذا فات سيلز والممبرين بتاع الاندوبلازم. لما يحصل فيه ابنورماليتي في الجين ده يحصل ان الفات ترانسبورتيشن بتاعها يحصل فيه مشكله، وكذلك الاستريس اللي يقع على الاندوبلازميك ريتيكولم يبقى عنيف جدا بيوند التعامل مع كميه الفات اللي راح الليفر. خلي بال حضراتكم الفات اللي رايح الليفر ده جاي من حاجتين، جاي من اي بايلوميكرونز في الاكل، وجاي من اديبوس تيشو عماله تكسر، انا عماله رابد ميتابولايز اللي هي مع الميتابوليزم العنيفه بتاعتها يحصل برضو تريليز انترلوكين تيومر نيكروس فاكتور وانترلوكين 6 كانها بتاكيوميليت. وبالتالي يحصل ذا سيم، دايما اقول رابيد ويت لوس يحصل فيه نفس الباثولوجي اللي عمل الفاتي ليفر. انسولين ريزيستنس عارفينها، اتكلمنا عليها كتير، انتستن اتكلمنا عليها كتير، مايكروبيوتا كنا لسه بنتكلم عليها امبارح، ولكن الثلاثه اللي فيهم مشكله مع الرابيد ويت لوس هم الفاتي اسيد دليفري العاليه، الاندوبلازميك ستريس العنيف جدا، الاوكسيديتيف راديكلز اللي طالعه عنيفه جدا، فبتحط ليفر تحت سيفير ستريس. يمكن بيبرز من اول سنه 98 وهي بتتكلم على القصه دي، بتقول ايه؟ ان liver steatosis in obese subjects is associated with men diabetic states BMI، حاجات عارفينها، ولكن بتقول الاتي: post gastroplasty weight loss reduces liver steatosis but seems to increase the incidence of inflammatory lobular hepatitis، يزود البردن بتاع الهيباتايتس، يدخل عيان في ناش. وعرفت الرابيد ويت او الماركت ويت لوس ان هو بتتكلم في 19 كيلو في 6 اشهر، 19 كيلو في 6 اشهر ده يعني 3 كيلو ونص في الشهر، يعني هي ما جابتش يعني تقريبا اولموست كيلو الا ربع بير ويك، ده عرفته ان هو رابيد ويت لوس. بيبرز ثانيه كتير، انذر وان بتقول ان ريسيرش سجست ذات ذا رابيد موبيلايزيشن اوف انترا اند اكسترا هيباتيك فات ستورز مي ريبريزنت هيباتو توكسيك، الفات اللي عمال يتحرك من بره وداخل الليفر هو نفسه توكسيك تو ذا ليفر سيل، اند كود اكسبلين ليه بيحصل ديتيريوريشن اوف ذا كونديشن اوف ذا ليفر. اذا عشان اخس وانا مينتيننج ماي ليفر اللي هو موست بروبلي فاتي ليفر هيلثي، او حتى لو كان هو نورمال وانا عندي اوفر ويت وخايفه ان انا اي ويل انديوس ماي سيلف ان فاتي ليفر، لازم رقم واحد بروبر اسسمنت اوف ذا ليفر كونديشن بيفور اني بروجرام فور ويت لوس، اعرف انا فين حالتي ايه الدنيا ماشيه ازاي. الريت اوف ويت لوس يفرق قوي، وهنقول الريكومنديشن بتاعته دلوقتي، واكل ايه بقى عشان احافظ. الريت اوف ويت لوس عليه كلام، الايدنتيفيكيشن اوف ذا فات اند ليفر عليه كلام كتير جدا. طبعا البايوبسي مش اثيكال والناس ما عندهاش مشكله، مش فايرال، هناخد بايوبسي في عيان ما عندوش ليفر انزيمز عاليه، طيب نعمل ام ار اي سبكتروسكوبي نعيد نعد الفات اللي في الليفر سيلز، حلوه ولكن اكسبنسيف، طب نعمل فايبرو سكان اتس تو اكسبنسيف على العينين ان يعملوا كل شهر ولا اتنين، وعايزه فولو اب ازاي. لو حد مركز في الجريدنج باي سونار السكاننج اوف ذا ليفر في الفاتي ليفر دلوقتي بيسموه ا بيرسونلايزد وان، يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل بالسونار
واعمل جريدنج كويس بسونار، بس ببقى عارفه الجريد ده يساوي ايه في البايوبسي والجريد ده يساوي ايه في البايوبسي. اند اي كونسنتريت ان ماي ريبورت ان انا اكتب جريد كذا، ومفيش مشكله ان انا اكتب بين قوسين اي كونتاكت اللي عمل لي ريفير الحاله، والله ده متوقع ان يبقى كذا تو دي الويز. وبالتالي يعني ايه بيرسوناليزد ايمجينج؟ يعني استخدم تول واحده بس تبقى عارف تستخدمها ازاي وعارف انها مش كوستلي فيو كان ابلاي. ده جدول بتاع شغلنا على جوجل، كنا بناخد ليفر بايوبسي وبنكمبير بالسونار. الكلام ده من اول بقى 2005 بنشتغلنا في القصه دي، فكنا بنلاقي ان كل عيان بنقول عليه بالسونار مايلد كان بيطلع ستياتوزس سمبل يعني نوت ناش بالناس سكور، ما فيش ناش خلاص. وكل عيان قلنا عليه سيفير بالستياتوزس هو بالبايوبسي 100% كان دخل في بوردر لاين ناش وناش، لان انا مش بس بزود الفات فيتقال استياتوز، ما هو سونار بيجيب استياتوز. كل ما الفات كونتنت عالي ويوصل بياخد جريد رقم 3، وفي الناس سكور من اول 3 ده بوردر لاين ناش. فديفنتلي لما الاقي سيفير استياتوزز بعناية شايفاها فانا داخله في بوردر لاين ناش او ناش. يفرق في ايه؟ يفرق لو انا عندي ناش الريت اوف ويت لوس هيقل قوي، ولازم استراكت فولو اب اوف ذا انزايم افري مانث. الماكسيمم اماونت اوف ذا بادي فات هيلثي بيرسون كان لوز ات اباوت 1.3 تو 1.8 بير كيلو بير ويك. على فكره ده الماكسيمم ويت، يعني اللي وزنه 160 و150 هو ربنا مش خلق له جسمه انه يتعامل مع ويت لوس اكتر من كده بير ويك. تيبيكالي نون اوبيس بيبل ار لايكلي تو بي able to lose their amounts of fat. ده أعلى حاجة. طب أمال العكس بقى، لو أنا جبت حد average weight أو just overweight وعايزة تنزل وزنا، كل ما الوزن الجسم ينزل كل ما البرسنتج يتقل. لو شخص وزنه 65 يبقى جسمه ما ينفعش يقل أكتر من 1.45 ل 0.7 per week، يعني بنتكلم في الشهر كله ما كملش 3 كيلو، لان اتفقنا ان الفات لما بيتكسر كتير بيردن للليفر اوكسيديتيف ستريس اسوء، حتى لو الليفر كان نورمال هو اللي حوله الى فاتي ليفر. طيب ده ليه؟ لان الهيومن بودي از نوت ديزاين تو شيد ويت. ربنا مش خلقنا ان انا شيد ويت، ربنا خلقني ان انا ابريزرف حافظ. ات از ديزاين تو سرفايف. ذس از واي ات از وونت تو لوز excessive amount of fat in a short period of time. هو مش هينزل fat short period of time إلا لما يكون عامل هرم شديدة جدا في جسم حضرتك. يبقى لازم نفكر صح، لازم تتحسب صح، لازم أساس الكونديشن صح، لازم أعرف هنزل العيان الوزن ده في قد إيه والعيان يبقى عارف ده وفهمه. الناشنال هارت لانج انستيتوتس والكيدني ديزيز والليفر ديزيز في 2006 طلعت أول جايد لاينز ليها عن الويت لوس في البريزنس اوف نافلد، وقالت ان الويت لوس شود بريسيد ات ذا ريت اوف 0.5 ل 0.9 بير ويك، يعني من باوند من 1 باوند ل 2 باوند بير ويك مش اكتر من كده. ولو هنزل رابد وسمنه الرابد بتاعها اكتر من 1.2 بير ويك، على فكره او 1.2 بير ويك هي ما كملوش 5 كيلو، يعني هم 4 كيلو 8 من 10 في الشهر كامل، لازم نعمل مونيتورنج اوف ذا ليفر انزيمز مانثلي عشان ما تحصلش المشكله دي. الدايتري ريكومنديشن اللي بتبعها انا عارفه ان بيبقى الوقت ضيق واحنا مش عايزين نسهب، ولكن خلينا نوضح بوينتس كده بريفلي. الفكره ان كل حاجه حصلت في الباثوجينيسيس بالميكانيزم اوف اكيوميليشن، الدربكه اللي حصلت في المصنع اللي سميناك الليفر ده، الفات كتير كاربس كتير، هو مش عارف يصنع من القماش اللي داخل مش عارف يخرجه بره، لازم امبلمنت ده. يعني هأدي low fat diet, low saturated fat and low trans fat diet. هدي low carb, modulated carb يعني هدي حاجات بلو glycemic index food ينفع في الانسولين resistance وفي نفس الوقت الميتابوليزم بتاعهم يبقى أفضل. هدي low fructose diet طبعا، والفركتوز معروف احنا من زمان واحنا بنقول في قصة الفاتي ليفر you must modulate the fructose. الميديترينيان type of diets والكلام عليه الرائع اللي رجعنا زمان اللي أكلنا احنا كان كده دلوقتي الدنيا بتتقلب عليه من 2019 especially في الفاتي ليفر. هحاول احسن الميتوكوندريال فات اوكسيديشن، واقول لحضراتكم نعمل ايه. ما هو يبقى ان انا اقلل الانبوت بالداخل يا اما فات يا اما كارب وفركتوز قلناها، احسن بقى الميتوكوندريال فات اوكسيديشن. والحاجه الثانيه ان انا احسن المايكروبيوتا، فالمايكروبيوتا بتسكافنج انرجي بتجمعها، والمايكروبيوتا كمان بتبروديوس ايثانول الكحول، فتعمل في الليفر باثولوجي زي الالكحوليك بالظبط. فانا عايزه احسن المايكروبيوتا، جود هايدريشن،
طيب ازاي؟ اول كل حاجه فرايد الترانس فات بتاعها ضرب في السماء، انا مش عايزاه. كل حاجه جريلد الترانس فات بتاعها اولموست ساعات يبقى زيرو، هو ده اللي انا عايزاه. بصوا كده حضراتكم، لو انا مثلا جريلد تشيكن، بصوا الفرايد 313 ترانس فات فيها قد ايه، الجريلد زيرو زيرو، وبالتالي يبقى الحاجات الفرايد دي ابعد عنها بالمشوار زي ما بيقولوا كده. كل البروسيس نفس الكلام، ترانس فاتس فيه كميه عاليه جدا، لازم تبقى كومبليتلي فوربيدن في العيانين دول. حتى الطعميه الجميله اللي كلها فايبرز والفول وكده، ما هو لان انا برضو نفس الكلام بقى فرايد. علم العيان ده بيتر تو بي نيفر طبعا، انما علم العيان ياكل هيلثي فود ازاي. يعني انا جربت لما سمعت كتير جدا على الطعميه اللي اتحط في الفرن، على فكره اتس فيري نايس وكريسبي وحلوه جدا، بس احنا مش بنطرح للعيانين الفكره. انا بقول له لا دي ممنوعه، لا حضرتك مش ممنوعه، انا عايزه الخضار اللي فيها عشان البري بايوتك، وعايزه الفول اللي فيها عشان فيري هاي فايبر كونتنت عشان الميكروبيوتا. بس ادي للعيان alternatively ممكن ياكل الحاجه ازاي بطريقه هيلثي. المافي اللي بيسموها المونو ساتوريتد فات رائعه جدا، زيت الزيتون السوداني والبينات باتر بتاعته اللي، وخلي بقى الحاجه اللي دايما رخيصه كده، قولي مال لب عباد الشمس ما فيش اجمل من كده، والزيتون ما فيش اجمل من كده، والسوداني كوحدات ما فيش اجمل من كده فيهم، ولكن تظبط الكالوريك كونتنت بتاعتها عشان لانهم دول هاي كالوري، فالعيان يبقى ما بيظبطش من ناحيه وببوظ من الناحيه الثانيه. في حاجه اسمها كونجيجيتد لينوليك اسيد. اللينوليك اسيد ده اوميجا 6 انواع كتيره جدا. لما تيجي تشوف الصوره بتاعه اللينوليك اسيد تلاقي الصوره كونتراديكتور غريبه جدا، تبص على الصوره يقول لك ايه باللي موجود بالاسود سبوست هيلث بنفيتس، والناحيه الثانيه ادفيرس افكتس، وتلاقي الحاجه وعكسها. يعني ايه؟ يعني يقول لك اصل هو انتي دايابيتيك، وعلى الناحيه الثانيه يقول لك اصل بيعمل انسولين ريزيستنس، والناحيه دي يقول لك اصل هو انتي كارسينوجينيك، والناحيه دي يقول لك اصل هو اريتيتيف اوف ذا انتستين، الناحيه دي يقول لك اميونو موديليشن، والناحيه دي يقول لك الله بيزود الاوكسيديتيف ستريس. الكلام ده لفت نظرنا كده من 5 سنين، قلنا في something wrong هنا، ايه اللي مش مفهوم في الصورة دي؟ هو ازاي بيعمل الحاجة وعكسها؟ لما بدأنا نفهم لقينا ان في نوعين، ان في نوع اسمه conjugated linoleic acid، ده موجود في الابقار، لحوم الابقار اللي في المراعي طبيعية، البيض والفراخ البلدي بتاعت زمان ديت، الألبان اللي مصدرها معروف من أبقار بترعى في أرض، يعني في مزارع كويسة. والارتفيشال كونجيجيشن ده اللي هو موجود في كل الزيوت اللي بنستخدمها، يقول لك أصل عليه أوميجا 6 والكبسولات دي أوميجا 6 بلس. الارتفيشال كونجيجيشن يزود الانسولين ريزيستنس ما يحسنوش، يزود الفاتي ليفر ما يحسنوش. فقلنا طب ما تيجي نقيس كده الكونجيجيتد لينوليك الهيلثي، في نشوف في العينين اللي عندهم فاتي ليفر ونشوف لقينا ايه. لقينا حقيقي انه قليل قوي، لان ان الانسولين ريزيستنت ده مين لينك طبعا بتوين نافلد في المصريين، ولكن لقينا الكونجيجيت لينوليك اسيد هاد رول ان فات ديبوزيشن اند ديليفر اند ديفلوبمنت اند امبروفمنت اوف انسولين ريزيستنس. ده بالعكس هو قليل، ولما كنا بنقول ان انكارج الناس انها تاخده من هيلثي رول كانت الامور بتتحسن تماما. وكان لينا الشرف، انا من الحاجات اللي بعتز ليها فيها جدا المؤتمرات والبوبليكيشن دي قلناها في شيكاغو، وكان ونشرناه في الاندوكراين ريفيو، ودي بامباكت فاكتور 15.5، وحاجه من الحاجات اللي بعتز بيها في شغلي جدا حقيقي يعني. وعشان كده قلنا ريكومنديشن شيل الترانس فات، انما كيب ساتوريتد فات واحد سيرفينج او اثنين في اليوم ارجوكوا. كل زبادي كامل الدسم في اليوم، اشرب كوبايه لبن كامل الدسم في اليوم، حط لحمه 3 مرات في الاسبوع. يقول لي معقوله نعمل كده؟ معقوله نعمل كده. هو حقيقي مش بس عشان الكونجيجيت لينوليك اسيد، علشان اخلي المصنع يحول القماش لهدوم اللي هي الميتوكوندريا اوكسيدايز، اللي يحسن الميتوكوندريا الفات اوكسيديشن ال كارنيتين. ال كارنيتين ده عشان اديه اعلى حاجه في الريكومنديشن، شايفين ال كارنيتين موجود في الشيب ميتس بتاع لحوم الاغنام 210. الفيل والبيف قليل، انما عشان كده دلوقتي يقول لك ايه اصله راح عمل العمليه في امريكا، عمل باي باس، وقالوا له انتوا عندكم او في انجلترا انتوا عندكم لحمه ضاني في مصر كل منها. ايه ده معقوله يا دكتوره ياكل لحمه ضاني؟ دي جود ذات بوينتس، هم عايزين يدوا له ال كارنيتين سمول اماونت يزود اوكسيدايز الفات، وعايزين يدوا له كونجيجيتد لينولينيك اسيد انتي اوكسيدنتس وامبروف الانسولين ريزيستنس. فما بيقولوش افتح كل كميه اللي انت عايزه، ولكن قنن الكميه واستفيد. هندخل في الخضار، الكارنيتين مش في الارقام في الخضار كده.
المايكروبيوتا مش هدخل فيها في الدبس، قلناها كتير، اللاكتوباسيلس والبيفيدو، تشيك ان نوع الزبادي اللي بتاكله او اليوجرت عليه مكتوب، ومكتوب الكميه قد ايه، الفايبرز البريبيوتيك واهمهم فول، والعيش هنا في مصر والخضار كله رائع جدا. دي اللو جلايساميك اندكس، دايما ريكومند دايما وانا بطبعها للعينين بالعربي اقول لهم حاول تاكل الاكل ده، يعني فهموا يعني ايه هاي جلايساميك ولو جلايساميك وفرق الانواع، انكارج ده الاكل اللي فيه الفراكتوز، ما تخافوش من الفراكتوز اللي في الخضار والفاكهه، الفايبرز اللي في الخضار والفاكهه بيخليه سلو ابزوربشن، بيخلي الكيرف بتاع الابزوربشن بتاعه واطي جدا، ما بقلقش من الكميه اللي داخله فيها، والكميه اولموست ناله اللي في الخضار والفاكهه ان ريليشن للمربات والصوص والحاجات الازايز البافرج الكربونيتد والجانك فودز، كل دول فيهم فراكتوز لازم يتمنع. طبعا البروبيوتيك والبريبيوتيك، وطبعا this is the good fat versus the bad fat، لازم نحاول ابريزيرف جود فات ولكن امنع الباد فات. الامريكان اسوشيشن اوف ذا ستادي اوف ليفر ديزيز في 2018 ريكومندد الكلام اللي احنا قلناه تاني، دايت ريكومندد ينزل من اقل من نص كيلو ماكسيمم 0.9 بير ويك، ويعمل رياضه اكسرسايز تريننج انكريز الماسل ماس بي امبروف الانسولين ريزيستنس، فبقت في ريكومنديشن اوف فاتي ليفر خلاص. اليونيفرستي في ميشيغان في 2019 اشتغلت قالت طب انا هاكل ميديترينيان تايب فود الناس اللي عندهم فاتي ليفر واشوف النتائج ايه، لقت ان مع الميديترينيان تايب فود النتائج رائعه جدا، ريسبونس رائع، ريزولفينج اوف ذا فات ان ذا ليفر بيرفكت، الويت روس اكسبتبل، وحطت معاه رياضه 150 مينت بير ويك، وده ريكومندد باي يو اس دي اي، 50 150 دقيقه اوف ايروبكس اكسرسايز بير ويك. رجعنا تاني نقول الميديترينيان تايب فود بالفرايتيز بتاعته الهيلسي بانواعه، نبعد عن الجانك فود، نبعد عن اللي بتصدره امريكا لينا، نرجع تاني لاصول الميديترينيان تايب فود، الايجيبشن ايشنس واصولنا القديمه من الايجيبشن تايب فودز والاسماك والقمح والشعير، هي دي اصولنا. اجين ثانك يو للمجموعه البورد اوف كلينيكال نيوتريشن اللي دايما هيلبينج اس ان احنا نعمل حاجات كويسه، هيلبينج ان الناس تستفيد بحاجات كونسايز صغيره ولكن توصل تو ذا بوينتس، دي كتب بتاعينا اونلاين. اند ثانك يو ذيس از ايجيبت، لان كانت المحاضره قلتها في الاردن قبل كده فبحب اختم بصور مصر، وثانك يو ميرسي يا دكتوره امل، ميرسي للجميع.